يا اخوك ما شفت شغالتنا مرت من حارتكم من هنا من هناك تغريب تو قرابة تقرابة ما باغينها دقيق اللهم لباغين الفلوس بسارقتنا والذهب تو ما نمصيبة تخيل انك تجيب واحدة شغالة بألفين وزيادة وما تكمل معك اسبوع نعم اسبوعين ثلاثة بالكثير ماشي اخوي هربت عاد صار لها 4 ايام من هربت سعيد اقول لك شغاله مالنا شارده اي نعم عاد صار لها اسبوع ونحن ندور ما بقينا ولا قرنا الو السلام عليكم صديق اقول لك شغاله وانت خلاص الحين اشتغل سيلز ولا شغالتي معك كيف تشتغل معك شو صديق انا يعطي مشان 100 ريال سوى تبازل مشان شغاله لا لا انا ما اريد منك 100 ريال انت قرقر زياده ما اريد زياده بعدين ما في فايده انت روح دور مني 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 مجنون انت ما يفهم ما اريد انا فلوس انت ما في مشكلة التقى في خسارة باي